اكبر مانجايا في اسماعيليه. الله 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 الله، احنا موسوعه جونيسكو عاملين مسابقه عن اكبر مانجايا في التاريخ. الا انا اكبر مانجايا عندكم هنا ولا تطلعوا بره المسابقه؟ شبر تعمل لها. انتوا مش خارجين خلال اسبوع. ايو احنا النهارده في مهرجان اسماعيليه للمانجا اهو في الاسماعيليه اهو. فتعالوا نشوف الناس دي بتحسبها ازاي. يلا بينا ورانا مشاري للمشويات بتوع المانجا، فيلا بينا نشوف بيقدموا ايه. الو السلام عليكم، اسمك ايه؟ لما انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا برسم مانجا على ايدي. لا احنا مش عايز ارسم، انا عايز ادوق. الله الله الله، ايوه بقى ده ابتدي منين؟ ايوه يا عمرو يا حلال. هاتي بس كده، هاتي هتروح بيها. لا 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 هاكل هنا. لازم تاكل في المحل. دي مانجا ايه؟ زبديه. دي احسن مانجا تتعمل عصير. الزبديه يا جماعه احسن مانجا تتشرب. اهم حاجه زبده تكون بشاري. تكون بشاري رائع. لا دي سمنيه يا جدعان. طب استنى ادوق التاني. فكهاني وبحب الفاكهه. كلها دعم، محتاجين دعم. دعم لا سمنيه سمنيه. المانجا اللي بتتاكل دي الايه بقى؟ دي العويس بقى. العويس احلى مانجا تتاكل. امال دي ايه منظر؟ دي النعومي. لا ندوق العويسي. هاتوا مانجا تاني يا جماعه، هاتوا مانجا تاني. لا حلوه دي تتاكل فعلا. طب اكبر اكبر مانجايه بقى فين؟ الله 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 الله، دي اكبر مانجا. ايه ده؟ ضيقتيني يا عم بتاع هابي نيو يير. ما شاء الله، دي مانجا ايه بقى؟ دي اللي بتتاكل؟ بتتاكل. دي اكبر مانجايه؟ انا جايب العده معايا يا باشا. اهم حاجه التعقيم. ايه ده بقى؟ العده بقى، ده عده، ده انا مستوردها من المانيا، المانيا القمح. تعالى تعالى بقى، تعالى لي هنا. ما تعرفش اتنين رجاله كده يلفوا معانا؟ ولع الدنيا يا استنى ندوق بقى. يا ميمي الدية كده افتر تيس ولا ايه الحكاية؟ صباح الفل، معلش جيت في وقت مش مناسب شكلي. انتوا مش خارجين خلال اسبوع ولا؟ دي اكبر مانجايه؟ لا انا اكبر مانجايه. ينفع اخد السبب بس ده اعبي فيه شويه حاجات واجيبه لكم تاني؟ دي دي دي, دي مانجا ايه؟ بيعملوا فيها ايه؟ دي اغلى مانجا؟ دي اغلى مانجا. احنا نرجع دول تاني مكانهم وناخد ايه بقى من الغالي. دي البذره اسمها ايه؟ ادي بذره وادي فص وادي عنقود. ايه ده؟ مش اكل؟ امال انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ان احنا قاعدين هنا عشان احنا تعبانين مش اكتر، حتى مش صحاب المكان. يعني ولا اكل ولا اصحاب المكان؟ اتكل على الله شوفنا نشوف اكل. بلا عارفني بلا مش عارفني، ما تاخدنيش في دوكا. فين المانجا؟ امال انتوا بتوع ايه؟ احنا بتوع مانجا برضو، بس احنا بقى هنا ايه؟ فاهم بتوع ورق. طب انا عايز طلبيه. ناخدك سوق الجمعه دلوقتي نروح نجيب احلى مانجا. سوق الجمعه ايه يا باشا؟ احنا سوق الجمعه بنجيب منه تيشيرتات. بس انا عايز نص طن عويس. سالت كيلو العويس بكام؟ كيلو العويس بكام؟ من 65 وانت ماشي. 65 قرش؟ عك منه جمله وكده يعني بيوجع. يا باشا انا في عربيه، عربيات الباشا بتاع فيلم سلام يا صاحبي راكنه بره. استحلفكم بالله. ايه مشروع الريف المصري فيتزا فيوتشر؟ فيتزا فيوتشر ازاي يعني؟ انا معايا الكريدت بتاعتي. مشروع بيتمول من المعونه الامريكيه. طلع كشك ممول من المعونه الامريكيه؟ لا استغفر الله العظيم، انا الا انا احب البلد قوي. امضلكوا على ايه؟ انا ما بطبعش يا باشا. ان انا خدت شنطه ماشي. شد الحاب ماما الدنيا على ايه؟ انا ضد المعونه، انا بكره. تعال نشوف ايه ده؟ دي تحاليل دي ولا ايه؟ في قلم وهو قفص الماء. يا جدعان اللي ينام تغفلوه، اي لساعه ما الاقيش القفص. ايوه بقى اقفاص المانجا ومزارع شجيع. انا لسه قايل لك ايه؟ مزارع شجيع افضل انواع المانجا في شمال افريقيا. السلام عليكم. طب كنا بندور على اكبر مانجايه عندكم هنا. ما شاء الله طلع لي المتر عشان نسجل. احنا موسوعه جونيسكو بننافس موسوعه جينيس في طول المانجايه دي. تعمل لها كام مثلا؟ لا شبر شبر يا باشا، ووزن ممكن تعدي الكيلو. ما شاء الله شبر ووزنها كيلو. سجل عندك وخدها عشان ايه؟ نحللها. دي احلى واحده. دي احلى
استحلفك بالله ما تفتحش المشاكل. والله من غير ما اشد الحبل. خدها نحللها في المعمل نشوف احلى مانجا ولا لا. ماشي يا جماعه مش عايزين اي حاجه. سق 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 سق. حط يا باشا عشان المعمل. يلا بينا. انتوا مين؟ ابو الطاهر. نهار ابيض الطاهر طبعا والشادر والويلي لا 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 بتبيعوا بالي. ده فصل فص عويس. احنا موسوعه جونيسكو عاملين مسابقه عن اكبر مانجايه في التاريخ. عندكم هنا ولا تطلعوا بره المسابقه؟ اصغر مانجايه في التاريخ. لا 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 مش مش هتخش تخش دي تتحسب. خدها برضو نحللها في المعمل. بس لا مش هتتحسب. احنا عايزين اكبر منجايه في التاريخ. اكبر منجايه عندكم ولا مش هخرجكم المسابقه؟ والله هخرج. الله اللهم صل على النبي. ولا في اكبر؟ اللهم بقى. لا في اكبر من كده مش شبر. تعمل لها كيلو و200 جرام عشان بس انت حبيبي. ها هتخش بيها الموسوعه. خش المعمل. انا عايز اجي المعمل. مش حاسس ان في معمل. استحلفك بالله ما تفتحلش. خلال 48 يوم تمام لو كسبته. لو كسبته هنبعت لكم. ولسه مكملين جولتنا وفقرتنا في مهرجان المانجا للجميع. ومعانا اكبر تجار مانجا في اسماعيليه مع عائله البشاري. اكبر تجار مانجا في افريقيا والشرق الاوسط والميدل ايست وما ادري ايه. المانجا السنه دي الدنيا هل هي فعلا للجميع السنه دي ولا خلاص كده فركش؟ احلى نوع مانجا للاكل وللشرب. الزبده للعصير والعويسه الاكل. ودي ايه دي؟ دي سكر ابيض. دي سكر ابيض دي للايه؟ لا مؤاخذه للاكل. دي للاكل برضه شغاله يعني. ارجع ده واجيب من ايه؟ انصحك عويس. تعال نرجعه ونجيب من. قالوا لي دي اغلى حاجه. طمع تشوف الطمع يا اخي. ولسه مكملين معاكم مهرجان المانجا الصيني. دلوقتي هنجرب المانجا المضروبه. الو السلام عليكم. ايه ابو دي جردات وامن وحراسات ومانجا في ايه ده؟ في ايه سبايج؟ هم كلهم هنا بيكسبوا. فهل هنا انتوا بتكسبوا ذهب؟ عاملين سحبه الخمس سبايك. يا عم استعلفك بنفسك. خمس سبايك. السبيكه قد ايه؟ سبيكه جرام. جرام ماشي. ما اسجل اسجل. اكتب استوديوهات شد الحبل. استوديوهات شد الحبل. ايه مستغرب ليه؟ يلا بقى خلي كسبنا بقى. انا عايز اكسب السحب. امتى؟ اسبوع. الشغل ده احنا بنعمله اسبوع يا باشا. مشيلي الاجراءات النهارده وكسبنا اي حاجه نص. بتوزعوا مانجا جرافيك؟ شركة الحلو. حاوي يا حلو. الحاوي ما عليا مانجو فيستيفال. لا 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 لا. المانجا السكري العويسي. دي مانجا ايه؟ دي فص. المانجا الفص العويسي. عشان نخلصكم بقى من الحوار ده عشان ما حدش يصدعكم. حبيبي يا فنان سامو علي. استحلفكم بالله. ده ايه ده؟ مانجا مغلفة؟ بتديتيني؟ ماشي. وانتي؟ هات. وانتي؟ هات. مارادونا؟ الله يرحمه. ده يا نهار. بترقصوا مانجا ولا بتعملوا ايه؟ انت جايزه منزليه فبتوزعوا مانجا مغلفه يعني عشان معاها ضمان. السلام عليكم. صباح الفل يا رجاله. ما تسمعونا حاجه ولا سلام ولا كلام. انتوا بيوزعوا مانجا؟ بتوزعوا؟ لا سلام ولا كلام. سلام عليكم. عايز ارسم مانجايه وجوافايه عشان بحب الجوافه عادي. بس خلاص مانجايه ماشي الدنيا. لا مؤاخذه لو اقتحمنا عليك السيزون. اغلى مانجايه ايه؟ ارسمي لي مانجايه عويسي لو سمحت. كتريش ما تكتريش المانجايه. صغريها عويسي بالله عليك. هي عارفه بتعمل ايه. يدوم العز يا سلام عليكم. سلام عليكم. يلا يا باشا بينا. بكده يكون الفيديو خلص. شوف الفيديو الجاي. هب 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 هب. يا اخي استحلفك بالله عليك ما تتكلم. والله العظيم والله العظيم يا عم. والله يا حبيبي يا عم. برازيلي واسمر. برازيل مصر.